السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، على كل حال، ونعوذ بالله من أحوال هذا النار وهذا الضلال. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد مولى بلال صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وخير هاد، وعلينا معه وفيه برحمتك يا كريم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام وشكر تهنيا يا مولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سلام مولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tapi sebelum saya mula, yang saya cakap, kamu semua mungkin tahu yang di hadapan kamu bukan lidah Melayu, lidah Arab. Mana ini tak berapa fasih, lidah masih rosak. Tapi tak apa, boleh insyaAllah semua boleh faham insyaAllah ta'ala. Saya datang sini berapa kali, ini kali yang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang bagi kita hidayah dan taufik. Alhamdulillah ala kulli hal. Majlis ini insyaAllah ta'ala bukan majlis kuliah atau ceramah, sebab sentiasa ada kuliah atau ceramah, mana-mana boleh, boleh datang. Tapi majlis ini majlis salawat dan maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada satu ulama sebelum 100 tahun dia kata, ana hayran mimman yahtam bi aklihi li ajli khawf min al-marad wa la yahtam bi nafsihi li ajli khawf min nari jahannam. Faham? Mungkin Ustaz Bashir ini sahaja faham. Yang bermaksud, dia kata, aku hairan pada manusia yang selalu menjaga makanan kerana takut sakit. Tetapi dia tak jaga. وعلينا معه في الحفرة الأحدية، وعلينا معه في نور عبرة الظاهرية برحمتك.
عبدك يا رب الفرد والبنية. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك من أسمائك الحسنى. نتوسل إليك بالقرآن الكريم. نتوسل إليك بنبيك العظيم. نتوسل إليك ببركة مولد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونتوسل إليك ببركة شهر ربيع الأول. نسألك ونتوسل إليك ببركة الحاضرين والحاضرات. إنما غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكشفت كروبنا وجعلتنا من عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ولا في مجلسنا ولا في ساعتنا ولا في لحظتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا ربيته ولا شابا إلا هديته ولا داعيا إلا قبلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة إلا أعنته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة ولنا فيها صلاح إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Dia kata tapi di mana-mana negara kita ada
Saya harapkan semua guru-guru Islam dan ustaz-ustaz